FM. الكلمة ليك. أنا حاجة جديدة ليك. مش نحكيو مع منتج اللي ساهم برشا في نجاحك. أنا ثم شكون ساهم في نجاحك المنتج هذا؟ تاخذه طاو بالتليفون. تاخذه بالتليفون قال معناها كان مش أنا ما يوصلش. شنو؟ هو قال كان مش من أنت، كان مش منه هو. راه عمر بن رمضان ما يوصلش للي هو فيه تاو. قول ألو. ألو. ألو عسلامة. مرحبا. عايشك. عرفتي شكون؟ أنا من المعجبات نتاعك. مرحبا بيك. مرحبا. يعيشك. مرحبا يعيشك. يعيشك. شنو يعجبك في عمر؟ يعجبني فيه حنيته، ويعجبني فيه مطربي برشا وصوته، لو كان مش أمي حبوبة. شغالك في المفاجأة لباس. الله يهديك والله. باش ما تقول لي هي ساهمت في نجاحك توا. حياتي ونجاحي ودنيتي والعالم ومستقبلي ودنيتي في الدنيا وفي الآخرة هي أمي. مرحبا مدام حبيبة. يا بابا شنو أحوالك؟ عايش ولدي، ربي يبارك لك. يعيشك. شو عامل فيك عمر؟ لا عمر باهي برشا ومتربي وعاقل، وربي ان شاء الله يعطيه لي في قلبه ان شاء الله. شنو تحب تقول له هاو في المباشر؟ نقول له ان شاء الله ديما في العلالي ان شاء الله، ربي يبلغ له في باله ان شاء الله. عايشك ان شاء الله. يعيشك. كلمة عمر، الدموع ما تصوروش. راهو العبادي تسمع فينا وكان تشوف يا مدام حبيبة، كان تشوف دموع عمر. والله هذا مش تكيني بالحق. ماشي نجم عمر، ماشي نجم. أنا مش تكيني بالرسمي، أنا نقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى في قلبك، وإن شاء الله الريق ديما الفوق إن شاء الله يا رب. يعيشك يا مدام حبيبي. يا رب إن شاء الله بعد عليه أولاد الحرام بنات الحرام جحيلنا. هاو بحذينا عمر، هاو بحذينا في أمان بحذينا. يعيشك يا مدام حبيبي على التليفون متاعك. يعيشك، بارك الله فيك. الله يخليك. يعيشك. دونك عمر. عمر. الله يسامحك. هذه كانت مفاجأة منا نحن اللي كنتي نعرفوا العلاقة الكبيرة والمحبة الكبيرة وكيفاش هي معناتها الوالدة، اللي هي حاجة كبيرة بالنسبة لي كنت. عجبك شي ربي يفضل الأمهات الكل اللي يسمع فينا. أمين يا ربي، هذيك أغلى حاجة عطاها لي ربي سبحانه، ما نكذبش عليك. ونجاح اللي وصل له عمر برمضان ماك تعرف ما تسميش نجاح، اما باللي حتى نوصل حتى النهار اخر، نوصل حتى العالميه، ديما نجاح لولاني، ديما بامي برضايه والدي. كابا فهم الكلمه ليك.